بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نستأنف إن شاء الله الجزء الخامس من الإنفلاميشن. إحنا كنا وصلنا للكيميكال ميدياتورز. إحنا الآن لما نيجي نحكي إحنا الآن على الكيميكال ميدياتورز of inflammation. الكيميكال ميدياتورز of inflammation يا جماعة may be produced locally by cells at the sites of inflammation. الآن يا جماعة إحنا لما بدينا نحكي إحنا على inflammation من بداية كنا نحكي خطوات. تتذكروا إحنا كل خطوة قلنا mediated by كذا. mediated by كذا. هذول الجد احنا هنحكي بالعكس الان، هنحكي على اهم كيميكال ميدياتورز عشان لما تسمع الكيميكال ميدياتورز هذا ايش بيسوي تكون واضح عندك الصوره، تمام؟ لما نيجي نحكي احنا انه كيميكال ميدياتور الفلاني والله بيعمل خطوه كذا والخطوه كذا في الانفلاميشن، كيميكال ميدياتور العلاني بيعمل كذا وبيعمل كذا، تمام؟ فالان نحكي على الكيميكال ميدياتورز بشكل عام. الكيميكال ميدياتورز يا جماعه ممكن تكون برودوس لوكال باي سيلز ات ذا سايت اوف انفلاميشن. السيلز هذه ممكن تكون موجودة أساساً في التيشو. إحنا ما حكينا جماعة في البارتيسبنتس تبعت الأكوت إنفلاميشن في البداية قلنا أربعة بارتيسبنتس، تمام؟ قلنا الوايت بلاد سيلز، وحكينا اللي هو حكينا الوايت بلاد سيلز، وحكينا اللهم صل على سيدنا محمد اللي هو الكيميكال ميدياتورز اللي هي البلازما ديرايفد بروتينز، وحكينا على السيلز اللي موجودة في ات ذا سايت اوف انجري نفسه اللي هو في الاكسترا سيلولار ماتريكس تبعت هذا، بالاضافه للجدار تبع ايش تبع الاوعيه الدمويه، الجدار تبعت البلود فيسلز، تمام؟ فالكيميكال ميدياتورز جزء منها تفرزها السيلز ات ذا سايت انفلاميشن. هذه السيلز سواء كانت موجوده اساسا او جايه من وين، او جايه من الدم، تمام؟ ايش كمان عندنا برضو؟ ممكن بعض الاحيان برضو في جزء من كيميكال ميدياتورز derived from circulating inactive precursors بفرزها الليفر that are activated at the site of inflammation، اللي هم عبارة عن حاجة اسمها بلازما derived mediators. بلازما derived mediators، بلازما derived mediators هذه بتكون في العادة وين؟ بتكون موجودة في العادة في بتطلع من الليفر، بتكون موجودة في الدم. متى ما صار عندنا increased vascular permeability بتبدأ تطلع من وين؟ تطلع من الدم، بتروح باتجاه السايت of injury، تمام يا جماعة؟ فعنا ايش يا جماعه هان فعنا اللي هو عندنا سيل ديرايفد ميدياتورز وعندنا بلازما ديرايفد ميدياتورز، هذول النوعين اللي حكيناهم، تمام؟ عندنا البلازما ديرايفد ميدياتورز يا جماعه، البلازما ديرايفد ميدياتورز اللي هم بيطلعوا من الليفر، اللي هم عباره عن الكومبلمنت سيستم بالاضافه للكينين كوجليشن سيستم اند فابرينوليتيك سيستم. وفي عندنا السيل ديرايفد ميدياتورز في عندنا في الاساس ممكن تكون موجوده جوا جرانيولز زي مثلا الهستامين والسيروتونين، تمام؟ وفي عندنا نيورو سينثيسايزر اللي هم بروستاجلاندينز، اليوكوترينز، بليتلت اكتيفيتنج فاكتور، رياكتيف اوكسيدين سبيشيز، نيتريك اوكسايد، سايتوكايز، نيوروبيبتايدز. هنحكي عن اهمها بشكل سريع ان شاء الله، هنحكي عن اهمها بشكل سريع. الكيميكال وات ار ذير سورسز اللي هو زي ما حكيت اللي هو عندنا السيركيليتنج بلازما بروتينز، كوجليشن فابرينوليتيك سيستم، كومبلمنت اند كاينينز. عندنا السيل ديرايفد زي ما حكيت اما تكون بريفورم موجوده جوا وجاهزه جوا جرانيولز، وصل لها دي جرانيوليشن ديورينج انفلاميشن زي الفاس اكتيف امينز اللي هم الهستامين والسيروتونين. في عندنا نيورو سينثيسايزد ان ريسبونس تو ستيميليشن اللي هم حكيت بروستاجلاندينز، ليوكوترينز، الاكسجين سبيشيز اللي هو رياكتيف اوكسجين سبيشيز اللي حكيناها في السيل انجري، نيتريك اوكسايد، سايتوكاينز اند بليتليت اكتيفيتنج فاكتور. طيب الان نحكي على لما نيجي نحكي احنا على الكيميكال ميدياتورز على جنرال كاركترستكس تبعت الكيميكال ميدياتورز. لما نيجي نحكي يا جماعه على الكيميكال كاركترستكس تبعت الجنرال الكيميكال ميدياتورز، اول واحده بايند تو سبيسيفيك سيلولار ريسبتورز اور هاف دايركت انزيماتيك اكتيفيتي، يعني ممكن انها تعمل الاكشن تبعتها كيف، ممكن يكون لها ريسبتورز موجودات على جدار السل او جوا السل اللي بدها تروحها وبتحفز بتعمل الاكشن تبعتها، او في بعض الاحيان ممكن تعمل الاكشن مباشر، هي بتفرز الانزيم وبتعمل الانزيم مباشر من خلال ريسبتور او بدون ريسبتور، تمام؟ ممكن بعض الاحيان ستيميليت تارجت سيلز تو ريليس سكندري ميدياتورز، يعني تروح على خليه تعملها ستيميليشن عشان هذه الخليه تفرز انذر ميدياتور، تمام؟ ممكن يعطي نفس الاكشن او في نفس الاتجاه او يعطي في اتجاه معاكس كنوع من السيطره على الانفلاميشن، زي ما نشوف يا جماعه لقدام انه في عندنا بعض الميدياتورز بتساهم بالانفلاميشن وبعض الميدياتورز بتسيطر على الانفلاميشن عشان ما يزيد عن حده، تمام؟ ان شاء الله هنشوف كمان شويه بس نيجي نحكي على الميدياتورز. مي هاف ليميتد تارجتس، ممكن يكون فيها بعض الاحيان بعض الكيميكال ميدياتورز بكون لها ايش؟
ليميتد تارجتس، المقصود فيها انها يعني الفانكشن تبعتها بتاثر على خلايا بسيطه، او ممكن بعض الاحيان تكون وايد سبريد اكتيفيتيز، تكون الى اكتيفيتي وفانكشنز عديده، ممكن تكون اللي هي اللي بتعمل ميديشن لاكثر من فانكشن، او ممكن تكون خلاص عقد فانكشن معينه وخلص. تمام. في العاده كمان الكيميكال ميديتورز هذه جماعه بتكون شورت ليفد فانكشن. شورت ليفد فانكشن مقصود فيها دائما عمرها قصير، ليش؟ عشان تسيطر على الانفلاميشن. عمرها القصير بيصير من خلال عده ميكانيزمات، كل واحد من هدول الميديتورز له ميكانيزم معين بيخلي عمره قصير. زي ايش مثلا؟ زي مثلا الاركيدونيك اسيد ميتابولايز اللي نحكي عنها كمان شوي ان شاء الله، بتكون شورت هاف لايف. هذه في العاده يعني بتفرز وبتقوم بالوظيفه تبعتها وبعدين بتروح على طول لحالها، بتموت لحالها. تمام، بصير لها ديكي لحالها. تمام. ممكن بعض الاحيان يكون في عندنا انزيمات بتعملها ان اكتيفيشن، هذه برضو بتكون متواجده، انه متى ما خلصت وظيفتها مباشره بصير لها ان اكتيفيشن. زي مثلا الكاينيز بتعمل ان اكتيفيشن للبرديكاينين. ممكن في بعض الاحيان بصير لها اليمينيشن، من خلال اذا حتتذكروا يا جماعه لما حكينا عن الاكتيف اوكسجين سبيشيز قلنا احنا في عندنا انتي اوكسيدانتس موجوده في الخليه هذه، وظيفتها انه متى ما زاد عن حد معين انها تعمل له ايش؟ اليمينيشن، وتعمل له ايش؟ سكافنجنج، بتتخلص منه. فبالتالي ممكن يصير يستره الشورت هاف لايف من خلال الميكانيزم تبع الاليمينيشن. برضه ممكن يكون من خلال انهيبيشن، زي بعض الكومبلمنت انهيبيتور بروتينز هذه بتعمل انهيبيشن للكومبلمنت عشان ما يزيد الاكشن عن حده. زي ما احنا عارفين يا جماعه الكيميكال ميدييتورز اذا زادت عن حدها، اذا زادت عن هذا بتصير it will cause harm، راح تاذي المريض. فبالتالي دائما الهدف انه هذه الكيميكال ميدييتورز انها ما تزيد عن حدها، عشان هيك بتكون شورت هاف لايف، بكون في عندنا كاونتر ريجوليتوري رياكشنز. زي ما حكيت انه بعض الكيميكال ميدييتورز لها هدف ضد الانفلاميشن، على اساس انها تسيطر على الانفلاميشن. تمام. كل هذا في ضمن المنظومه اللي تخلي الانفلاميشن يكون وظيفته بدون ما يعمل هارم لايش؟ للبني ادم قدر الامكان. لما نيجي نحكي احنا حكينا على السيل درايف ميدييتورز، قلنا على البلازما درايف ميدييتورز. السيل درايف ميدييتورز احنا قلنا في جزء منها بيكون بريفورم للاساس محضر موجود جوا جرانيولز، اللي هم الفازو اكتيف اميز، اللي هم هيستامين اند سيروتونين. هذول بكونوا موجودين جوا جرانيولز، متى ما صار انفلاميشن بصير لنا دي جرانيوليشن، فبيطلع من الجرانيول هذا وبيبدا يعمل الاكشن تبعه. لنعرف انه الهستامين اند سيروتونين دي ار ذا فيرست ميدييتورز تو بي ريليس ان اكيوت انفلاميشن، من اوائل الميدييتورز اللي بصير لها بصير لهم ريليس في الاكوت انفلاميشن. ايش بيسووا هم في العاده بيكونوا موجودين ستورد ان جرانيولز ان ذا مات سيلز. اكثر شيء بيكون موجودين وين؟ في المات سيلز. كوز في العاده ايش بيعمل؟ ايش وظيفته الفازو اكتيف امينز الهستامين اند سيروتونين؟ كوز ارتريولر دايليتيشن. بيعمل ايش؟ بيعمل حاجه اسمها ارتريولر دايليتيشن. هو حكينا احنا لو في البدايه احنا قلنا في الفاسكولار ايفنت قلنا بصير اول شيء ترانزيت فازو كونستريكشن، بعدين بيجي عندنا دايليتيشن هو المين ايفنت. الارتريولر دايليتيشن بصير تحفيزه عن طريق الهستامين، وكمان بيعمل ايش اللي هو الخطوه الثانيه اللي هو الانكريز فاسكولار بيرميابيليتي، برضه بصير عن طريق الهستامين اند سيروتونين. تمام. هاي المطلوب نعرفه على ايش؟ على الفازو اكتيف اميز، هم هيستامينز اند سيروتونين فيرست ميدييتورز تو بي ريليست ان اكوت انفلاميشن، موجوده في الجرانيولز في المسلز اند اذر سيلز طبعا، بس موستلي اهم شيء المسلز. تمام. ايش الاكشن تبعه؟ بيعمل ارتيريولار دايليتيشن اند انكريز فاسكولار بيرميبيليتي، اللي هم هذول المين فاسكولار ايفنتس اللي بتصير في بدايه الانفلاميشن. طيب يا جماعه في عندنا اللي هو مجموعه من الكيميكال ميدييتورز، هي مجموعه مهمه جدا اسمها الاركيدونيك اسيد ميتابولايتس. اركيدونيك اسيد ميتابولايتس اللي هي هذه مكوناتها الرئيسيه اللي هي البروستاجلاندينز اليوكترينز اند ليبوكسينز. بروستاجلاندينز ليوكترينز اند ليبوكسينز. تمام. هذول هم المكونات الرئيسيه للاركيدونيك اسيد ميتابولايتس. عباره عن ايش الاركيدونيك اسيد ميتابولايتس؟ عباره عن برودكتس derived from metabolism of arachidonic acid. الاسم الثاني اسمه eicosanoids، نفس الاسم. arachidonic acid هذه من وين بتيجي يا جماعة؟ arachidonic acid هذه which is derived from membrane phospholipids via phospholipases. زي ما احنا عارفين يا جماعة انه الممبرين تبع الخلية مكون من ايش؟ مكون من phospholipids. فبيجي من خلال الانزيم تبع الفوسفوليبيزز هذا بيكسر الفوسفوليبيدز وبيعطينا الاركيدونيك اسيد ميتابولايتس. فالاركيدونيك اسيد ميتابولايت اساسها من وين بيجي؟ بيجي من الفوسفوليبيزز، من بيجي من الفوسفوليبيدز اللي موجوده
في الممبرين تبع الخليه عن طريق الانزيمات اللي اسمها فوسفو لايبيز، فبتعطينا اركودونيك اسيد ميتابولايت، تمام، اللي هم زي ما احنا شايفينها سيل ممبرين فوسفوليبيد، تمام، عن طريق الفوسفوليبيز بتعطينا اركودونيك اسيد ميتابولايت، اركودونيك اسيد، بعدين اركودونيك اسيد بيبدا يعطينا ايش، بيبدا يعطينا اللي هم البرودكتس تبعته. احنا ماشي، انا اللي مطلوب في السلايدات هو المطلوب، هدي بس جداول توضيحيه، التفاصيل كثيره مش مطلوبه، بس مطلوب تعرفوا اساسيات الاركودونيك اسيد. طبعا الاركودونيك اسيد يا جماعه they affect a variety of biological processes، إلها وظائف جمة، وظائف كتيرة including في inflammation and hemostasis، يعني حتى في الفيسيولوجيكال غير الانفلاميشن، حتى في الفيسيولوجيكال في الفترات الطبيعية للجسم برضو إلها دور أساسي arachidonic acid metabolite، فهي جزء مهم جدا من الجسم، تمام، جزء مهم جدا من الميتابولايتس الموجودة في الجسم، فهي بتساهم بالانفلاميشن وبتساهم بالهيموستاسيس، تمام، كميديت فيرتشولي ايفر ستيب ان انفلاميشن، زي ما حكينا يا جماعه انه في الانفلاميشن كل خطوه من خطوات الانفلاميشن ابتداء من الفازو كونستريكشن انتهاءا بالريزوليوشن كلهم لهم الاركودونيك اسيد ميتابولايت، واحده منهم تلاقي لها دور في هذه الخطوات، في كل خطوه، في كل خطوه تلاقي جزء من واحد من هذول الميتابولايتس هتلاقي لهم دور في موضوع الانفلاميشن. They can mediate virtually every step of inflammation. تمام؟ Their synthesis is increased at sites of inflammatory response. طبعا بما انه هدول جزء من موضوع الانفلاميشن معناته بزيد التحفيز للسينثيسيس تبعهم بزيد at the site of inflammatory response، يعني الافراز تبعهم بزيد على مكان الانفلاميشن. And agents that inhibit their synthesis also diminish inflammation. في نفس الوقت اي drugs بتقلل من افراز الاركودونيك اسيد معناته راح تقلل الانفلاميشن، وهنا بيجي يا جماعه اللي هو اشهر اللي هو الانتي انفلاماتوري دراجز اللي هو زي الديكلوفين زي الليتروفين، كل هذه بتشتغل على انها تقلل افراز الاركودونيك اسيد ميتابولايت، فبالتالي بتقلل الانفلاميشن. احنا قلنا يا جماعه الاركودونيك اسيد ميتابولايت اللي هو ميديت ايفر ستيب اوف انفلاميشن، ميديت ايفر ستيب اوف انفلاميشن، معناته انت لو قللت عددها او قللت الكميه تبعتها في الجسم معناته كافح الانفلاميشن، معناته هتعمل انتي انفلاميشن في الجسم، فبالتالي بتقلل كل الاثار تبعت الانفلاميشن. ومن هنا بيجي دور الانتي انفلاميتوري دراجز او المسكنات اللي ممكن ومضادات الالتهابات اللي بياخذها المرضى اللي بيكون عندهم التهابات، خصوصا اذا كانت التهابات شديده او التهابات مزمنه، تمام. كمان مره قلنا الاركيدونيك اسيد ميتابولايت بيجي من السلم برين فوسفوليبيد عن طريق الفوسفوليبيز بتعطينا اركيدونيك اسيد، اركيدونيك اسيد من خلال تو باثويز مش هندخل في تفصيلهم، بنعرف هنا يا جماعه بس انه اللي هو الديكلوفين والاسبرين وهذا كلها بيجي ايش بيجي على الخطوه هذه وبوقفها، فبالتالي كل الميديتورز اللي بتيجي بعد هيك بتبطل تيجي، اللي هي البروستاجلاندينز والثرومبوكسينز والاشياء اللي هنحكي عنها كمان شويه، كل هذه بخف عددها في الجسم فبالتالي بتوقف الانفلاميشن. ايش هم البرودكتس اوف ذا اركيدونيك اسيد ميتابولايتس؟ احنا قلنا اركيدونيك اسيد ميتابولايت في عندنا تو باثويز، في عندنا سايكل اوكسجينيز باثويز بيعطينا بروستاجلاندينز، وفي عندنا لايبو اوكسجينيز باثوي بيعطينا ليوكوترينز ولايبوكسينز، تمام، بيعطينا ليوكوترينز ولايبوكسينز، تمام، وعندنا سايكل اوكسجينيز باثوي بيعطينا بروستاجلاندينز وبيعطينا ثرومبوكسينز. ايش عندنا اللي هو البرودكتس؟ في عندنا ثرومبوكسينز، السايكل نيجي الان على السايكل اوكسجينيز باثوي، السايكل اوكسجينيز باثوي اللي هم هذول الباثوي اللي بتعملهم انهيبيشن في العاده الانتي انفلاماتوري دراجز زي الاسبرين زي الديكلوفين زي الليتروفين، تمام. عندنا ثرومبوكسين اي 2 اللي هو اكثر شيء موجود في البليتلتس، ايش وظيفه ثرومبوكسين اي 2؟ بيعمل فازو كونستريكشن وفي نفس الوقت بيعمل ستيموليت بليتلت اجريجيشن، احنا قلنا البليتلت جزء اساسي من الانفلاميشن فبالتالي بيساعد على انه يعمل ستيموليت بليتلت اجريجيشن وبيعمل فازو كونستريكشن خصوصا في البدايه. طيب في عندنا بروستاجلاندين اي 2 هذا من الاندوثيليال سيلز، هذا وظيفته عكس الثرومبوكسين، بيعمل فازو دايليتيشن وبيعمل انهيبس بليتلت اجريجيشن. طب يا جماعه كيف هذا بيشتغل هذا بيشتغل والتنين بيعمل انفلاميشن؟ احنا قلنا يا جماعه انه الميديتورز هذه الكيميكال ميديتورز مش كلها باتجاه الانفلاميشن، في جزء منها موجود على اساس انه يسيطر على الانفلاميشن بحيث انه ما يزيد عن حده، وفي نهايه الانفلاميشن لما تبدا الامور خلص انه الحاجه الانفلاميشن قلت والاسباب راحت تبدا الانتي انفلاماتوري هي اللي تعلى لغايه ما تصل لايش؟ للستاتيك ستيت انه خلاص فيش انفلاميشن بالمره. فعند ثرومبوكسين اي 2 بيعمل فازو كونستريكشن ستيموليت بليتلت اجريجيشن،
بريستاغلاندين اي 2 عكسه، هذاك في بليتت هذا في انيشال سيلز، بريستاغلاندين اي 2 بيعمل فازو دايليتيشن، بيعمل انهيبيشن للبليتليت اجريجيشن. تمام، في عندنا بروستاغلاندين دي 2 اي 2 اف 2 هذول موجودات في الماسلز، ايش بيعملنا هذا؟ بيعمل فازو دايليتيشن، بيعمل اديما فورميشن. اديما فورميشن جماعه بتيجي من البروستاغلاندينز، هذه معلومه مهمه جدا، بالاضافه للبين اللي هو بروستاغلاندين اي 2 بيعمل ايش؟ بيعمل موديليشن للبين. عشان هيك لما نعطي للمريض انت انفلاماتوري دراجز، لما اعطيه مثلا ديكلوفين او تروفين، فهو بيقلل كل اثار الانفلاميشن بما فيها الالم او اهمها الالم، فبالتالي يعني بخفف الاديمه، بخفف البين، بخفف الفازوديليتيشن اللي هي الاثار اللي هي حكينا اللي هو الفايف كاردينال سايز تبعت الانفلاميشن، اللي هو الريدنس والهوتنس والسويلنج واللوس اوف فانكشن والبين، كل هذه بخففها من خلال الانتي انفلاماتوري دراجز، من خلال انها بتخفف او بتعمل بلوك للسيكل اوكسجينيز بثوي تبع ايش؟ تبع اركدونيك اسيد ميتابولايت. فبتيجي هذه الخطوه تعملها بلوك، فكل هذا هذول كلهم ايش؟ ببطلوا يصير لهم افراز، فبالتالي بكون عندنا الانتي انفلاماتوري دراجز بتكون اقل من الطبيعي. تمام جماعه، فالان الاركدونيك اسيد ميتابولايت زي ما حكيت انا، لو عندنا ثرومبوكسين اي 2 بيعمل فازو كونستريكشن، ستيمليت بليتليت اجريجيشن. البروستاغلاندين اي 2 عكسه بيعمل فازو دايليتيشن اند انهيبيتس بليتليت اجريجيشن. وعندنا بروستاغلاندين دي 2 اي 2 اف 2 هذول بيعملوا فازو دايليتيشن، بيعمل اديما فورميشن. وفي عندنا بروستاغلاندين اي 2 بيسوي لنا ايش؟ بيسوي لنا البين. طيب في عندنا برودكتس اوف ريبوكسيجينيز باث واي، اللي هو عندنا نيجي للثاني للجناح الثاني من اركتينيك اسيد ميتابولايت، في عندنا اللي هو ريبوكسيجينيز باث واي، في عندنا اللي هو اليوكوترينز اهمهم اللي هو الاكترين بي 4. تمام، الاكترين بي 4 از ذا موست امبورتنت، اللي هو ايش وظيفته الاساسيه؟ كيموتاكتيك، اول شيء بيعمل كيموتاكسس، فهو اللي بيجذب الانفلاماتوري سيلز واللايت بلاد سيلز، اللي بيجذبها من الشقه الثانيه من الفيسل، لما تعبر الفيسل من الدم باتجاه الاكسترا فاسكولار، كيف بدها تروح على سايت انفلاميشن؟ عن طريق الكيموتاكسس. قلنا اللي بيجذب اللي هو اللي بيجذب الانفلاماتوري سيلز تو ذا سايت انفلاميشن هو واحد اساسي منها، واللي هو اليوكوترين بي 4. اليوكوترين بي 4 فهو از كيموتاكتيك، يعني بيجذب الانفلاماتوري سيلز من السايت اللي هو من جنب الفيسل تو ذا سايت اوف انجري، بيجذبهم من سايت اوف فيسل تو ذا سايت اوف انجري. في نفس الوقت برضه اليوكوترين بي 4 بيعمل انكريز فاسكولار بيرميابيليتي، في نفس الوقت كمان بيعمل انكريز فاسكولار بيرميابيليتي. مهمه جدا يا جماعه، اليوكوترين بي 4 بوتنت كيموتاكتيك، بوتنت كيموتاكتيك يعني كيموتاكتيك شغال كويس، بيقدر يجذب اللي هو الانفلاماتوري سيلز، وبساعد على انه يعمل امبليفيكيشن للانفلاميشن، بالاضافه الى انه بيعمل انكريز فاسكولار بيرميابيليتي. عندنا اللايبوكسينز يا جماعه، لايبوكسين اي 4 لايبوكسين بي 4 هذول عكس اليوكوترينز تقريبا، هذيك بتساهم بالانفلاميشن، هذه بتعمل سيطره على الانفلاميشن. اللايبوكسينز بتعمل فازو دايليتيشن، انهبيت نيوتروفيل كيموتاكسيس اند ادهيجن، عكس زي ما حكيت عكس اليوكوترين بي 4، ستيموليت مونوسايت ادهيجن، تبدا تمشي الوضع باتجاه الريبير. فاليمونوسايتس هذه لما بتيجي في العاده بتيجي بعد ما يخلص النيوتروفيلز، على اساس انها تبدا بكون خلص الانفلاميشن او بدا يخلص، ده تيجي على اساس انه تبدا تعمل الريبير. دي اكت از ناتشرال اندوجينس نيجاتيف ريجوليترز اوف ليكوترين، زي ما حكيت هو تعتبر عباره عن ايش؟ عباره عن معادل طبيعي موجود جوا في اثناء الانفلاميشن، على اساس انه اليوكوترينز هذه ما يزيد شغلها عن الحد المطلوب، ما يزيد شغلها عن الحد المطلوب. فبالتالي اللايبوكسينز واليوكوترينز ضد بعض، اللايبوكسينز وظيفتها انها تعمل كبح جماح لليوكوترينز اند اذر انفلاماتوري ميديتورز للانفلاميشن. تمام، فهي بتعمل انهبيت نيوتروفيل كوميتاكسس، بتعمل فازو دايليتيشن، ستيموليت مونوسايت ادهيجن، اند ذي اكت از ناتشرال endogenous negative regulators of leukotrienes. cell mediated phosphorylation زي ما احنا شايفين هنا كمان مره، cyclooxygenase pathway lipoxygenase pathway بيعطينا هنا leukotrienes lipoxygenes، هنا بيعطينا thromboxines، بيعطينا prostaglandins بكل اللي حكيناهم احنا بالاهم تبعتهم. thromboxines قلنا بيعمل vasoconstriction، promotes platelet aggregation. البروستاسايكلين او بروستاغلاندين اي 2 عكسه تماما، بيعمل فازودايليتيشن، بيعمل انهيبيتس بليتليت اجريجيشن. وفي عندنا بروستاغلاندين دي 2 اي 2 اف 2 هذول بيعملوا ايش؟ فازودايليتيشن، انكريز فاسكولار بيرميابيليتي، بالاضافه انه بروستاغلاندين اي 2
بيسوينا البين. الأوكسجينيز باثوي بيعطينا الليوكوترينز. الليوكوترينز أهم إشي الليوكوترين بيفور أهم واحد فيهم اللي بيعمل كيموتاكسس بالإضافة للفازوكونستريكشن اللي أو بيعمل الكيموتاكسس وإيش قلنا إحنا وإنكريز فاسكولار بيرميابيليتي. الليوكوترينز إنهبت نيوتروفيل أدهيجن أند كيموتاكسس. الأنتي إنفلاماتوري دراجز جماعة حكينا عنها الأسبرينز أند نونستيرويد الأنتي إنفلاماتوري دراجز زي الإيبوبروفين الإيموتاكسين ديكلوفين. إنهبت كوكس إنزيمز زي ما حكيت بيعمل إنهبيشن للكوكس إنزيم عشان إنها تعمل إيش إنهبيشن لهدول البرودكتس تمام. عندنا بريفنت بروستاجلاندينز بريفنت بين أند فيفر. في نفس الوقت قلنا إحنا لما نشوف كمان شوية جماعة لما نيجي نحكي إن شاء الله على سيستميك ميدياتورز بروستاجلاندين بروستاجلاندينز هي وسيط الأساسي في موضوع الفيفر. فبالتالي أنت لما بتعمل إنهبيشن في بروستاجلاندين سينثيسس معناته النتيجة راح تكون إيش راح يكون عندنا ديكريز للفيفر وديكريز للبين ديكريز للفيفر وديكريز للبين. نفس الوقت برضو الأنتي إنفلاماتوري دراجز prevent thrombocytopenia 2 فprevent thrombosis تمام. نعرف جماعة إنه الاستيرويدز اللي هي الكورتيزون يعني المقصود فيها inhibits phospholipase enzyme. فالكورتيزون جماعة بمنع اللي هو arginic acid metabolite من أساسه مش لاستيكل أكسجينيز بثوي. عشان هيك بكون الأكشن تبعه أهم وأعم أو أكثر حدة أكثر يعني تأثير بكون. عشان هيك بنسميه magic drug طبعا مع الأثار الجانبية المدمرة. إنه هدول يا جماعة اللي هما الاركتونيك اسيد ميتابولايت مش بس الانفلاميشن. احنا قلنا هدول ميديت ايفر ستيب في الانفلاميشن اند انتي انفلاميشن. في نفس الوقت برضو انهم دور في موضوع الهيموستاتيك الهيموستاسيس اللي هو وظائف الطبيعيه تبعت الجسم. فبالتالي انت لما تعطي المريض ستيرويد صح انت بتقطع دابر الانفلاميشن من اساسه, لكن المشكله كمان بتاثر على كتير من الوظائف الثانيه, بتاثر على المناعه, بتاثر حاجات كتير زي ما انتم عارفين في الاثار الجانبيه تبعت الستيرويدز. فالاستيرويدز عشان انتم تعرفوا لما يكون عندكم فكره بانه بنحكي حاجه الكورتيزون كيف بيشتغل على الفوسفولايبيز انزيم. فبالتالي بمنع اللي هو الكودريك اسيد ميتابولايت من الاساس انها ايش انها تتكون. عشان هيك نسميه ماجيك دراج اللي هو الاسبرين والنون ستيرويد الانفلاماتوري دراجز. هذه يعني اخف حده من هذا لانها بتاثر بس على السايكل اوكسجينيز باثوي. ان شاء الله تكون موضوع الكودريك اسيد موضوع مهم جدا, موضوع شائع وبمر عليك كتير. فبالتالي لازم ضروري تكونوا فاهمين كويس تمام. طيب الآن نيجي نحكي على السيتوكاينز. السيتوكاينز برضو مرت علينا كتير. السيتوكاينز عبارة عن إيش؟ عبارة عن برضو very important mediator inflammation. لما نيجي نحكي إحنا مثلا اسمها اللي هو تعريفها عبارة عن إيش؟ عبارة عن hormone-like polypeptides produced by cells involved in cell-to-cell communication تمام. يبقى هرمون لايك بوليبيبتايدز برودوس باي سيلز انفولد ان سيل تو سيل كوميونيكيشن. فهي عباره عن تشبه الهرمون لكن مش هرمون تمام, بتروح من مكان لمكان زي الهرمون. فانكشن از ميديتور انفلاميشن اند اميون ريسبونسز. بتعمل از بتعمل بتساعد في الانفلاميشن وبتساعد برضه في الاميونيتي تمام. بنعرف انه سم سيتوكاينز ستيميليت بون مور بريكورسرز تو برودوس مور ليوكوسايتس thus replacing ones that are consumed during inflammation and immune responses. المقصود يا جماعة هنا during inflammation بصير عندنا consumption, بصير عندنا استهلاك لأعداد كبيرة من ال white blood cells اللي بتيجي من البون مارو تمام. فبالتالي عشان هذه الأعداد اللي راحت بتروح على site of injury بديش بدلها أعداد تانية. فعشان يجي بدلها أعداد تانية بدنا نحفز البون مارو إنه يصنع أعداد جديدة بزيادة تمام. فبالتالي بتيجي دور السيتوكاينز هنا as a chemical mediator يعني تروح على البون مارو وتحفزه انه يفرز مور اند مور ليوكوسايتس على اساس انها تحفز الخلايا اللي راح بدال هذا يجي بدالها في نفس الوقت يزودها كمان. عشان هيك يا جماعه احنا لما بنشوف المريض عنده انفلاميشن تعمل له سي بي سي هتلاقي عنده ليوكوسايتوسيس, هتلاقي عنده ليوكوسايتس عاليه كتير اعلى من الطبيعي 12 و13 و14 وبنشوف احنا حسب الكوز اذا كان بكتيريا بتلاقي نيوتروفيلز عاليه, اذا كان فايرال بتلاقي ليمفوسايتس عاليه تمام, اذا كان مثلا باراسيتيك بتلاقي الايزونوفيلز اعلى من الطبيعي تمام يا جماعه. فسم سايتوكاينز جزء من هذه السايتوكاينز ستيميليت بون مارو تو برودوس ليوكوسايتس اساس تعوض اللي راحت ديورينج انفلاميشن. طبعا السايتوكاينز سكريشن از ترانزيت ما يقدرش يضل على طول شغال. افكتس اوتوكراين باراكراين اندوكراين مقصود فيها الاوتوكراين انه ممكن هذه السايتوكاينز تفرز من نفس الخليه وتحفز نفسها تطلع من الخليه وتعود على الريسبتور نفسه وترجع مره ثانيه وتاثر فيها.
او باراكراين على الخليه اللي جنبها او اندوكراين على على ايش على خليه في 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 اورجان ثاني بتروح عن طريق الدم. طبعا اهم السيتوكاينز يعني يا جماعه اللي اكيد سمعناهم طول ما احنا بنحكي في الـ في الستبس تبعت الانفلاميشن اللي هم تيومر نيكروسيس فاكتور اند انترلوكين 1. تتذكروا في كم خطوه؟ في كل خطوه من الخطوات كنا نحكي كنا دائما نحكي انترلوكين 1 تيومر نيكروسيس فاكتور انترلوكين 1 تيومر نيكروسيس فاكتور produced mainly by activated macrophages and other cells. ايش وظيفه ايش 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 وظائف اللي هو تي ان اف تيومر نيكروسيس فاكتور اند انترلوكين 1؟ causes aggregation and activation of neutrophils فبيساعد في الانفلاميشن. enhance expression of integrin ligands. تذكر integrin ligands اللي بتعمل ايش؟ الفيرم ادهيجن. الفيرم ادهيجن في اللي هو في الـ في الفاسكولار بارت في الفاسكولار ايفنت تبعت ايش؟ تبعت هذا اللي هو في السيلولار ايفنت تبعت الانفلاميشن. يبقى enhance expression of integrin ligands on the surface endothelial cells during acute inflammation. تتذكروا يا جماعه لما كنا نحكي احنا انه اللي هو التيومر نيكروسيس فاكتور انترلوكين 1 بيحفز الليجنس هذه عن انها ايش تصير اكتف تصير اكتف فبالتالي بيساعد في الفيرم ادهيجن. ميديت اكسبريشن اوف سيلكتينز. تذكروا السيلكتينز اللي هي الويك ادهيجن هو الرولينج في الرولينج برضه لها دور في الرولينج في الرولينج اللي هو يكون ما قبل الفيرم ادهيجن. في نفس الوقت برضه انديوس ذا سيستميك اكيوت فيز رياكشنز. هنحكي ان شاء الله كمان شويه في الجزء الثالث من المحاضره لما نحكي على سيستميك mediators of inflammation. احنا حكينا الانفلاميشن الانفلاماتوري ساينس في بتكون لوكال وفي بتكون سيستميك. اللي على مستوى السيستميك اللي هي بتكون على مستوى الجسم كله الجسم كله مهدود بتكون عندنا فيفر ليثرجي هذه بتصير عن طريق الاكيوت فيز رياكتنت. الاكيوت فيز بروتينز هذه اللي بحفز افرازها هو تيومر نيكروس فاكتور اند انترلوكين 1 تمام فبحفز افرازها بالاضافه كمان اذا بتتذكروا يا جماعه انكريز فاسكولار بيرميابيليتي من خلال ايش؟ من خلال اندوثيلال سيل ريتراكشن. احنا حكينا الاندوثيلال سيل كونتراكشن بصير عن طريق الهستامين لكن اندوثيلال سيل ريتراكشن اللي هو بيبدا بعد 4-5 ساعات وبطول لمده 24 ساعه بصير عن طريق ايش؟ عن طريق السيتوسكيلتون ريارنجمنت اللي هو عن طريق التيومر نيكروسيس فاكتور اند انترلوكين 1. في عندنا كمان من الكيميكال ميدياتورز في عندنا الكيموكاينز تمام. الكيموكاينز مين فانكشن از ليوكوسايت ريكروتمنت. الكيموكاينز هذه اهم فانكشن لها انها تعمل ليوكوسايت ريكروتمنت او كيموتاكسيس. ليوكوسايت ريكروتمنت في عندنا اربع انواع للكيموكاينز. في عندنا مونوسايت كيمو اتراكتنج بروتين 1 ام سي بي 1 اللي هو المصطلحات مطلوبه يا جماعه. ماكروفاج انفلاماتوري بروتين 1 هذا للماكروفاج ام اي بي 1 اي اند 1 بي. يبقى ام سي بي للمونوسايت MIB1A and B للماكروفاجز. وفي عندنا ايوتاكسين من الاسم للايزينوفيلز كيموتاكتيك فور ايزينوفيلز. وفي عندنا انترلوكين 8 كيموتاكتيك فور النيوتروفيلز. فالكيموكاينز عباره عن مركبات بتشبه كتير السيتوكاينز تمام لكن وظيفتها الاساسيه انها تعمل ايش؟ ليوكوسايت ريكروتمنت. الى وظائف ثانيه في غير انفلاميشن مش هنحكي عنها تمام لكن الوظيفه اللي بتهمنا هنا انها بتعمل ايش؟ تعمل مونوسايت كيمو اتراكتن بروتين 1 كيمو اتراكشن للمونوسايت من خلال ام سي بي 1 للماكروفاج من خلال ام اي بي 1 اي اند بي ايوتاكسين للايزينوفيلز اند انترلوكين 8 فور نيوتروفيلز كيمو تاكسس. هنا يا جماعه هان اللي هو نيوروبيبتايدز. نيوروبيبتايدز كان انشيت انفلاماتوري ريسبونسز. في اهم واحد في نيوروبيبتايدز اللي هو السبستنس بي. اهم واحد في النيوروبيبتايدز اللي هو السبستنس بي which transmit pain signals. يبقى ايش عندنا صار عندنا pain signals كم واحده صار عندنا لحتى الان؟ عندنا بروستاجلاندين اي 2 وهي عندنا سبستنس بي. بروستاجلاندين اي 2 وسبستنس بي كل هذول بيعملوا ايش؟ pain signals. عباره سبستنس بي بتساهم بالانفلاميشن عباره عن ميدياتور اللي هو من derived from the neuropeptides.